Bom dia, chef. Bom dia. So today we are going to cook. Yes. اليوم رح يكون يوم أكل بامتياز لأنه صعب زيارة هذه البقعة من العالم دون التعرف على ما يتناوله سكان المنطقة من أطباق أفرو أوروبية. فالشيف إيدينيو يحضر لي طبق سمك باديجو المشوي الذي يقدم مع لب شجرة جوز الهند الاستوائية ونبات الهليون وزبدة الكوري البرازيلية والروبيان المقدم مع صلصة لمباو البرازيلية الحارة. صافا صافا ايبو اور لا جي خيب جي اه كي بو. لماذا أطباق هذه المنطقة من البرازيل أصبحت مشهورة عالميا؟ تتميز أطباقنا بمذاقها الفريد منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر. مطبخ منطقة بايا يجمع بين المطبخ البرتغالي والمطبخ الإفريقي بمكوناته كالكاسافة والتابويكا. لا لا توابل حارة في سلفادور دي بايا كثير حارة. أوه أوبريغادو. أنا من عشاق ثمار البحر بمعظم أنواعي، ولوجبة عشائي حضرت لي الشيف تريزا طبق الموكيكا الذي يتم طهيه من الروبيان مع الطماطم والبصل والثوم والفلفل الأخضر الاستوائي وحليب جوز الهند وطبعا دائما الصلصة البرازيلية الحارة وكوب الماء دائما جاهز. رغم كثرة نبتة الكاكاو هنا إلا أن ثمرة جوز الهند تستخدم بكثرة في المطبخ البرازيلي لتحضير الحلوى كالكوكادا دي فورنو الأشهر في منطقة سلفادور دي باهيا، إذ تحضر من حليب جوز الهند والبيض وجوز الهند المبشور وتترك في الفرن لما يقارب 30 دقيقة قبل أن تقدم باردة. ليث بزاري، العربية، سلفادور دي باهيا البرازيل.